ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. طبعا ده الكاتيجوري بتاعنا في رمضان في البيت. احنا مكملين التريلر رياكشنز بتاعتنا. النهارده التريلر اللي احنا هنعمل له رياكشن هو مسلسل هجمه مرتده بتاع احمد عز، ومن تاليف باهر ويدار، ومن اخراج احمد علاء الديب. اللي مع احمد عز في البطوله هي هند صبري، شام سليم، صلاح عبد الله، ماجده زكي، احمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعه، انجل مقدم، ويوسف عثمان. فينا ده في ممثلين كتيره فشخ في المسلسل. معرفش، هو تقريبا هو اللي عرفه يعني ان هو المسلسل تبع الملفات المخابرات المصريه وكده، بس احداثه امتى بالظبط مش عارف، هتبقى امتى يعني. طبعا كالعاده ما تشوفش التريلر ولا مره، هو تيزر برضو كالعاده، هو مش تريلر. هو برومو، هو تيزر مش تريلر. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. مسلسل هجمه مرتده بتاع احمد عز في رمضان، يلا بينا. سيف العربي قوته ثقته في نفسه. انا ما انهزمتش. سيف ابتدى يتعافى من التجربه ويفتح لنفسه صفحه جديده. هو انا فين؟ وما دام جيت لي هنا يبقى لازم تكون انت الشخص ده. المخابرات العامه المصريه عايزينك تشتغلي معانا. باللحظه دي تدريبك مسؤوليتي. يا اخي برضو الادرينالين اللي بتفرزه الشغلانه دي في جسمك حاجه غريبه جدا. انا عايزه ابقى ابنك مبسوط ومرتاح هنا. خلاص في هجوم بيتم على سجن وادي النطرون. الناس دي ما ينفعش تتساب. انا بقالي 8 سنين ما رفعت بيه، عمري ما اعتذرت له عن عملي. نفضل لحد ما نموت في خدمه البلد دي وفي خدمه الكيان اللي عملنا. واو، لا تريلر جامد، تريلر جامد بصراحة. مش عارف هو فيه ايه يا جدعان، يعني هو السنة دي مسلسلات هتبقى فشيخة. هو تيزر زي ما قلت، بس احنا ممكن ندي فيه نسبة ترقب لان يعتبر ده التريلر الوحيد لمسلسل مسلسلات رمضان اللي عملت لها تريلر رياكشن الاطول في التريلر. فانا ده ممكن التريلر الوحيد اللي ممكن اديله نسبة ترقب، وهو لحد ما يتعمل له تريلر تاني. ممكن على فكرة برضو عشان الناس اللي بتتفرج على رمضان في البيت او علي هنا على هوم سينما، ساعات بتفرج على تريلر وبدي نسبة ترقب مثلا متوسطة، ممكن مع التريلر اللي بعديه نسبة الترقب دي يا اما تقل يا تفضل زي ما هي يا تعلى عادي. يعني ممكن تلاقوني مثلا عطيت مثلا نسبة ترقب للمسلسل 8/10 مثلا في تيزر مثلا او في برومو طويل شوية عن التيزر، يعني مثلا بدل ما 30 ثانية يبقى دقيقة او حاجة، وعملوا تريلر تاني مثلا دقيقتين، يعني كنت ممكن مديله 8 فرجعت في كلامي ورحت مديله 5 فنسبة الترقب بتاعتي قلت. عادي بتحصل معايا كتير فشخ، ساعات بتعلى ساعات بتوطى ساعات بتبقى هي. فانا مسلسل هجمة مرتدة بتاع احمد عز انا نسبة ترقبي ليه هي 8/10. مسلسل شكله معمول حلو قوي ومتصور حلو قوي. نقدر ده نعتبره تريلر اكتر من انه تيزر، بس على ما اعتقد هينزل له اكيد تريلر تاني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن مسلسل هجمه مرتده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.